حياكم الله مشاهدينا مجددا، يا هلا يا مرحبا بكم. نواصل حديثنا حول مفوضية مرشدات الشارقة وجديدها من مبادرات وأنشطة، ويسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة تليثم عمر العويس، منسق برامج وفعاليات في مفوضية مرشدات الشارقة. حياك الله، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور، حياكم الله. الله يحييك. بالبداية، المفوضية الحقيقة تحرص على تنظيم برامج عدة وأنشطة متنوعة على مدار العام للمنتسبات. خلينا نتكلم عن أهمية هذه البرامج اللي تطرح خصوصا في هذه الفترة من العام. طبعا في البداية حبيت أخبركم أن نحن لا زالت إلى الآن برامجنا افتراضية منذ بداية الجائحة إلى الآن، ونحن برامجنا افتراضية ما وقفناها أبدا خلال أيام الأسبوع، وأيضا نحن في يوم السبت لأن يكون العطلة الرسمية فنوفر هذه البرامج إلى الآن. طبعا الحين بمناسبة حلول الإجازة الصيفية بيكون عندنا إن شاء الله المخيم الصيفي، ونحن بالعادة يكون عندنا ثلاث مخيمات خلال السنة، نبتديها بمخيم الربيع في إجازة الربيع، ومن ثم مخيم الصيف، ونختتمها بمخيم الشتاء. جميل جدا. طبعا يمكن كل مخيم من هذه المخيمات مختلف عن المخيم الآخر، خصوصا في البرامج أو الأنشطة اللي تطرح فيه. خلينا نتكلم عن خلينا نتكلم عن هذه البرامج والأنشطة اللي تخصص لكل مخيم من هذه المخيمات، وعلى أي أساس يتم اختيار هذه الأنشطة أو البرامج؟ طبعا نحن دائما عندنا اجتماعات دورية مع المنتسبات، بعد انتهاء أي برنامج نرسلهم رابط يكون فيه استبيان، في هذا الاستبيان نسألهم عن البرامج اللي يرغبون أن نطرحها في المفوضية. فنجتمع نحن فريق البرامج ونشوف شو البنات، يعني شو البرامج اللي هم حابين أن نطرحها في المفوضية، وبناء عليها نطرح البرامج، لأن نحن حابين أن نستغل طاقاتهم ونطور مواهبهم اللي في النهاية إن شاء الله أن هي بتخدم المجتمع وبتخدمهم وبتطورهم كأفراد نافعين في المجتمع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طبعا مع وجود يمكن هذه البرامج والأنشطة بشكل افتراضي، أكيد البرامج اللي أو الأفكار اللي طرحت من قبل المنتسبات كانت جديدة جدا وتتناسب مع وجودها افتراضيا، صحيح أستاذة تليثم؟ وكيف تم تنفيذ يمكن هذه البرامج بشكل افتراضي؟ طبعا نحن عندنا رؤية في المفوضية اللي هي بناء جيل واعد من الفتيات والشابات وتوفير منصة مناسبة تمكنهم من تطوير مهاراتهم وقناتهم إلى أقصى حدود. طبعا مثل ما قلت لك، بما أنهم بيختارون البرامج أو بيعطونا يعني الفكرة المبدئية اللي نبني على أساسها المخيم، راجعنا الأفكار وشفنا اللي هي نحن عندنا طبعا ثلاث فئات، عندنا فئة الزهرات من عمر 7 إلى 11 عام، عندنا فئة المرشدات من عمر 12 إلى 15 عام، وعندنا فئة المرشدات المتقدمات من فئة 15 إلى 18 عام. طبعا احنا ابتدينا في الأسبوع الماضي بمخيم المرشدات المتقدمات، والبرنامج كان اسمه عندما نبدأ. أن هذا طلب من المرشدات المتقدمات أنهم يبغون يتعلمون أساسيات تعديل الصور. جميل. فنحن اللي عملناه أن في هذا الأسبوع كان في برنامج مكثف للفتيات، علمناهم فيه أساسيات استخدام برنامج اللايت روم وبرنامج الفوتوشوب. طبعا في نهاية البرنامج طرشوا لنا الصور اللي عدلوها باستخدام هاي البرامج، وانبهرنا يعني من المنتجات اللي خرجت من هذا البرنامج، اللي يعني ما توقعنا ان البنات ما شاء الله يعني كمية الإبداع اللي طلعت كمية كبيرة جدا، يعني كفورين. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الفئات العمرية يمكن اللي أصغر فئة المرشدات والزهرات، البرامج اللي تخصص لهم أيضا تناسب يمكن إمكانياتهم وكذلك فئاتهم العمرية، فخلينا نتحدث أيضا عن هالفئتين وشو البرامج اللي راح تحضر إن شاء الله لهم في الفترة القادمة في فصل الصيف. إن شاء الله نحن طبعا بنبدأ الأسبوع القادم
بالمخيم الصيفي الخاص بالزهرات والمرشدات. نعم. فئة الزهرات وفئة المرشدات اخترنا لهم موضوع اللي هو موضوع الفضاء. موضوع الفضاء وإنجازات الدولة في هذا المجال والمهمات الفضائية. طبعاً بيختلف الطرح للفئتين. يعني فئة الزهرات من 7 إلى 11 عاماً بيكون الطرح مختلف تماماً. فنحن بندخل موضوع الفضاء مع الفن. يعني كل يوم بيتعلمون عن المجموعة الشمسية، عن المهمات الفضائية، عن أهميتها، دور الإمارات البارز، مسبار الأمل، اللي هو توجه الدولة في عالم الفضاء. بيكون بطريقة فنية، كل يوم بيناقشون موضوع بيختتمونه بخيال من الفتيات، كيف يتخيلون المركبات الفضائية إذا كانت هي يعني هي في هذا العمر، كيف تتخيل أن باكر يوم بتصير تزور الفضاء، شو الأشياء اللي بتحتاجها، شو تبغي تصنع في الفضاء. يعني بنترك لهم موضوع الإبداع، نستخدم إبداعهم في هذا البرنامج. نعم، هذا بالنسبة للزهرات طبعا. هذا بالنسبة للزهرات من عمر 7 إلى 11 عاما. أما المرشدات طبعا أحب أنوه أن جميع منتسباتنا في يعني إحنا مجهزين لهم اللي هو الكيت بوكس أو صندوق الأدوات، بيوصل لين عندهم كل المنتسبات عشان يساعدهم في هذا المخيم. يعني كأنهم في المفوضية لكن حرصا على سلامتهم بيكون المخيم افتراضي. جميل جدا. الآن بنتطرق إن شاء الله بعد لموضوع اللي هو مخيم المرشدات. مخيم المرشدات لأن فئة شوية أكبر من عمر 12 إلى 15 اخترنا لهم برنامج، بيكون برنامج فضائي بحتة بالتعاون مع بيكون في بيننا وبين اتفاقية بيننا وبين فريق من ناسا. نعم. ما شاء الله. فبيكون إن شاء الله البرنامج معتمد من شركة ناسا، وبيكون هذا البرنامج أيضا بنستضيف أحد المهندسين في وكالة ناسا للإجابة عن تساؤلات المرشدات. فبيكون إن شاء الله مخيم مكثف، وأيضا في منهج كامل. هذا المنهج يدرس في ناسا. حبينا نعطي بناتنا الفرصة أنهم أيضا من مفوضية مرشدات الشارجة. البرنامج بيكون عبر تطبيق ويبك من أمريكا مباشر. فإن شاء الله أنه يعني يستفيدون وتعمل فائدة لمنتسباتنا. وفي نهاية البرنامج إن شاء الله بيكون في شهادات للمنتسبات. جميل جدا، جميل الحقيقة البرامج والمواضيع اللي تم اختيارها. أعتقد أنها جاءت في وقتها، ويعني مواكبة لكل ما هو جديد اليوم، ومواكب كذلك لطموحات بناتنا ما شاء الله عليهم، اللي أيضا تتزامن أو تتوافق مع طموحات دولة الإمارات. كل التوفيق إن شاء الله في هذه البرامج. حبيت أتعرف أيضا على كيفية اختيار الجهات اللي تتعاونون وياها في تنفيذ هذه البرامج والأنشطة. يعني اختيار ناسا أعتقد جاء في محله، لكن في كل معسكر يطرح أعتقد أنه يكون في جهات معينة يتم التعاون وياها. أستاذة تشليثم، كيف يتم اختيار هذه الجهات؟ طبعا أول شيء نختار اللي هو الفكرة. نعم. ومن ثم نقابل العديد من الشركات والعديد من العروض، و يعني نشوف المناهج المقدمة، نجتمع نتكلم عن الموضوع أو الفكرة اللي نبغي، الهدف اللي نبغي نوصله للبنات. البرنامج كل برنامج نحن نحطه يكون فيه هدف. نعم. هذا الهدف لازم يكون متناسق مع أهداف مفوضية مرشدات الشارجة، مش نعم. برنامج وخلاص، لازم يكون فيه مخرجات، فيه استثمار لهذه الفتيات اللي هم نحن نعتبرهم أمانة عندنا، ونحن لازم نسلحهم بالعلم وننمي مواهبهم، لأن في النهاية مثل ما قلت لك هذه لهم استثمارنا للغد. نعم بالتأكيد. طبعا أول شيء يوم نختار نحن في فريق البرامج وفريق مفوضية مرشدات الشارجة نجلس ونفكر في الموضوع، نقابل العديد من الشركات، سواء في شركات نقابلهم
افتراضيا في شركات تكون في زيارات مع اخذ تدابير الاحترازية في ظل هالظروف. نعم. ومن ثم يعني نختار الـ الشركة اللي بتوصل المفهوم اللي نحن يعني حابين انه يوصل للبنات. نعم. ممكن يعطيكم ألف عافية أستاذة، يعني الحقيقة هذه البرامج تحتاج جهد كبير جدا للخروج بها بهذه الصورة الحقيقة، وكل التوفيق إن شاء الله والفائدة لتعم بإذن الله على الطالبات من الفئات العمرية المختلفة في هذا المعسكر إن شاء الله وفي المعسكرات أيضا القادمة. كل الشكر لك أستاذة تليثم عمر العويس، منسق برامج وفعاليات في مفوضية مرشدات الشارقة. شكرا. شكرا، يعطيكم العافية على هذه الاستضافة وعلى تغطية برامج مفوضية مرشدات الشارقة دائما. شكرا لكم. العفو.